السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير في وسط وليداتكم وعائلاتكم والناس اللي تحبوهم. راكم تشوفوا خياتي اليوم راني حندير معاكم الدولمه تاع الفلفل الحلو بالطريقه تاعي ولمستي الخاصه. تشوفوا خياتي هذه الدولمه راني حنديرها في المقله العجيبه تاعي اللي ولفتوها. مرحبا بكم خياتي في كوزينتي، وهذه هما المقادير تاعنا. نحتاجوا طوماطيش ولحم مفروم وفلفل اخضر، نحتاجو ثاني حمص وروز وجب كيما راكم تشوفوا. الجبن اختياري، كل وحده والجو تاعها وكل وحده والذوق تاعها. هيا خياتي كيما راكم تشوفوا بديت بالفلفل هو الاول، قطعته قطعت الحبة على زوج، وبعدا وليت تسوي فيها وقطعت اللي بقى وطرف بشمن بالذروش ونوفره ونديروهم كامل. فيها وحده اخرى درت كسرونه فيها الماء يغلي باش ندير فيه الرز تاعي يغلي لي باش نديرو مع اللحم المفروم. جبت مقلاة حطيت فيها الزيت، خليتها تسخن بيان، ودرت فيها البصل. مانيش حبته يجيني من الدي، اني حبته يدي الكو تاع الزيت يجيني شويه مقلي فيه، ما يجيش فيه ريحه الماء هكذا. باسكو راكم عارفين بلي البصل كي نديروه على نار قليله يطلق لنا الماء تاعو. دوكا كيما راكم تشوفوا زدت له لافيون داجي، حركيه مليح وخليه يتقلى مع البصل تاعو، حركيه مليح مليح حتى يتقلى. وبعدها باش نبداو نزيدو في ال مليح، وبعد الملي دوكا نزيدلو شويه تاع الملح، نزيدولو لي زيبيس باسكو انا الفلفل الكحل هنايا ولادي ما يحبوش الفلفل الكحل. هكذايا ونعاود نحركو ونخليه يتقلى بيان حتى يتقلى لنا بلونداشي مليح. هايليك خليه يتقلى مليح. ياتي الرز تاعي سيبو رطب و كنخليه يبرد، راني صفيتو في الصفايه ونخليه يجيب باش نخلطو مع فيونداشي. كيما راكم تشوفو البنات راه الفيونداشي تاعي هاي ليك هاو رطب. دوكا بعد ما برد راني هنايا حطيتو في الطبسيل باش نخدم اليز. هاي ليك كيما راكم تشوفو دوكا نجيب الرز تاعي اللي كنت غليتو من قبل وندير هنايا خمس مغارف كبار تاع رز. كيما راكم تشوفوا انا هذا الرز درتو باش يزكي لي الفيونداشي تاعي. كيما راكم تشوفوا هايليك هنايا دوكا هنزيد له لي زيبيس. انا الفلفل الكحل ما نخدموش باسكو ولادي ما يحبوش. هايليك زدت له هنايا حبه تاع البيض ونخلط مليح الفيونداشي مع الرز حتى تدخلنا هذاك البيض كامل مع الفيونداشي والرز. ومن بعد ما خلطتو دوكا جبت الفلفل تاعي هنايا كيما راكم تشوفوا دوكا نحشيه، نبدا نحشي فيه هكذايا غير بالوحده. كيما راكم تشوفوا انا هذا الفلفل قطعته بهذا الشكل، وانتوما كل وحده كيفاش تحب تقطع الفلفل تاعها. كيما راكم تشوفوا دوكا نحشي كامل الفلفل تاعي بهذاك الفيونداشي والرز. كيما راكم تشوفوا انا الفلفل هنا ما كثرتش باسكو انا عندي ولادي ما يحبوش ياكلوا الفلفل. دوكا تشوفوا واش راني حندير لهم. انا نعمر هذو الفليفلات تاعي كيما راكم تشوفوا هنايا، ودوك الرز اللي راح يبقى لي مع الفيونداشي راني رايح نكلخ لهم. ودوكا تشوفوا كيفاش نديرو باش هكذا ياكلوا كامل وانا ما نعياش. ندير كيما حنا نقولوا عشاء واحد ناكلوا منه كامل. هاي ليك دوكا نعمرهم ونحطهم بجيه باش نقليهم في زيت قليلة. المهم نحوس نحمرهم برك، مش نحوس نطيبهم بزاف. كي تحمر لك الفلفل او حتى البنه شابه لك يطيب لك هكاك في المرقه هذه. انا بحكم التجربه اللي جربته وكل وحده كيفاش تحب تخدم الدولمه تاعها. بعد ما عمرت الفلفل تاعي كامل دوكا نحطو هنايا يتقلى لي. انا استعملت هذه هكذا باش تساعدني باش كي نجي نقلبو ما يتبدلش هكذاك. مام هنايا الزيت مانيش مكثره، ديري قيس ما يتحمر لنا برك. يدي تحميره هكا على الوجه باسكو هذيك القشره تاعو دوكا حنا نقلعوها له. انا نحي هذيك القشره نخليه يبرد ونقشرو. دوكا تشوفوه نخليه يتقلى كيما هكا نكامل الجبايه. هاي ليك كيما راكم تشوفوا هاكم هكذايا. المهم هذا هو الصح هنايا. انا نحنا نميكسي هذا كامل، نميكسي الفيونداشي مع الروز باسكو هنايا انا وليدي اذا شاف الروز مع الفيونداشي ما راحش ياكلوا لي. هنايا نميكسي كامل كما راكم تشوفوه باش يجيني رطب
وطري هكا نديرو ديبولات صغار دوك تشوفوهم معايا. القوام اللي تحصل عليه بعد ما نكسيتو كيما راكم تشوفو، كيما راكم تشوفو نفس النقلة اللي قليت فيها الفيونداشي راني حنقلي فيها الفلفل باش يدي البنة هذيك تاع فيونداشي. هايدي حبيباتي هي الفلفل تاعنا، هايدي راه بدا يبان شويه. دوكا هنايا انا زدت له بصل مربي في لاراب رقيقه كامل وخليته يتقلى معاه مليح مع الزيت هكذايا. دوكا هنايا عندي هذه زوج حبيبات طوماطيش ميكسيتهم بالميكسور وزدت لهم قد فنيجل تاع الماء وفرغتهم هنايا على الفلفله هذه تاعي. دوكا نخليهم يتشربوا هذيك لاصوص، نقص لهم النار ونخليهم يتشربوا لخاطرهم. نجي هاو الدقه هنايا راني رجعت للفلفل تاعي اللي كنت قليتو هكذايا، خليته حتى برد. هنايا كي يبرد راح نحرك القشره فاصيلو مش عاد غبنك كيما راك تشوفي معايا هنايا. انايا نكمل نقشرو كامل ومن بعد نشوفو كيفاش راح نزيد نكمل الفلات تاعي نهار اليوم. ودوك لي بولات اللي درتهم نديرهم ونغطيهم نخليهم يتشربوا النكهات كامل مع بعض، ومن بعد على 5 دقائق نطفي عليه. هنايا بعد ما حطيت الفلفل تاعي ولي بولات هنايا في لاصوص نخليهم يتشربوا هذه لاصوص ويدوا لنا النكهه تاع الزيتيس. نخليهم هنايا قيس 5 دقائق ولا 10 دقائق الماكسيموم ونطفوا عليهم. باش يشوفوها مع بعض في الشكل النهائي تاعها. هذا هو البنادق تاعي لنهار اليوم كيما راكم تشوفوا هنايا. انا نزلت شويه فورمات عربي هنايا راكم على بالكم راه سخون. دوكا هذا الفورمات يذوب لنا وراح يعقد لنا هذه لاصوص تاعنا يعطيها لنا شكه. هنا كيما راكم تشوفوا كيما قالوا ضربنا عصفورين في حجر واحد هنايا، منها ستيك تاع تشكتشوكا ومنها فيها دولما كما راكم على بالكم راه الصيف راهي الخضره وهذا ما يليق في الصيف. المهم حاجه خفيفه وانت تعشيتي، وما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء حباباتي.